يوجد أحد في اليهود في النصارى يعبد الله سبحانه وتعالى بالغنى بالرقص. تعوات عمبوغا الله عن عبادة ديشا إيش لقرت يا خلغوالر تاني تع ديغ تاني. عبادة الله سبحانه وتعالى تكون بالدعاء بالصلاة. عبادة مو خلديش دو الله عن خلديش نعوني لامس تاني يا دعدر تاني بالصيام بالحج مارقا برت حج درت إدون عبادة. أما الرقص يا عديق تاني حقيس دو شاحة خلغو ألرا الغينة يا إيش الوقش يتحد نزل هذا لم يكن في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا بيمري شريعة تعد خلق داتعون ولا في شريعة حتى اليهود والنصارى. دلا على بيمري شريعة تصونغا يا يهودي يا خريستيان شيء تخلوني